هذه راك تكلمت عليها كانت مقابله شيقه من الطرفين. اظن ان الجمهور العارض استمتع بعروض كرويه من الجهتين. حقيقه فريق تيار تقدم مردود جيد خاصه من الناحيه الدفاعيه. وفي الشوط الاول كان الشوط الاول كان شوط متكافئ. في الشوط الثاني قمنا بتغييرات اللي جابوا لنا كما يقول لك الايقاع في اللعب، وقدرنا نسجلوا الهدف. رانا نشوفوا باللي اللاعبين والرئيس الشهاب راهم يتخبطوا وحدهم. كاين كما يقول لك عده فرق في القسم الثاني اللي ماهمش يلعبوا على الصعود، وكاين لهم كل الدعم خاصة من ناحية السلطات. إن شاء الله الناشط السلطات باش تعاون هذا الفريق ونكملوا إن شاء الله بكل قوة حتى نهاية الموسم إن شاء الله. المباراة كانت صعبة أمام شبي تيارت، وين الشوط الأول ما دخلناش المباراة جيدا ونشكلوا لنا عدة صعوبات ركنوا لنا في الخلف. الحمد لله بمجهود اللاعبين في الشوط الثاني قدرنا نسجلوا الهدف وجاتنا فرص ما قدرناش نحققوا أهداف. الحمد لله المهم هو 3 نقاط وإن شاء الله نكملوا فيها كما ينبغي. ما يخفالكش الفريق راه يصارع لوحده. من هذا المنبر انا نوجه الرساله للسلطات المحليه، رئيس الفريق رئيس ما شاء الله ما نلقوش رئيس كيف راه يتخبط وحده، راه يقوم بكل المجهودات باش يخلينا باريحيه احنا اللاعبين. الفريق عام اللي فات كان يتخبط في مشاكل، جال هذا الموسم الحمد لله الفريق يسير باتم معنى الكلمه. ما لقيناش ولا زياره من طرف السلطات المحليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر اللاعبين على ليفور اللي داروه لي كونساي اللي داوهم لعندنا هاد المدرب. كانوا بيان كونسونطري في الماتش، هيروزمون سان اكسيون تاع دوزيام ميتر وين بروفيتاو، كانت يرير غلطه صغيره بعد رجعنا في الماتش تاعنا وين نراطي واحد دو بيت ولا. ونشكر اللاعبين ان شاء الله بربي نكملوا في فورم ان شاء الله بربي في الماتش اللي بقاو ان شاء الله بربي.